انا ستين جاستيون تاع دار، هذه جاستيون تاع امه تاع، وبالتالي مطالب بالرحيل وسيدي وحلونا حتى حنا معاه. سمعت واش نقعدوا نديروا حنا خدمه للشعب، ونديروا واحد من مجلس الامه ينال رضا الحراك اللي دار الشعب ورضا الاحزاب ورضا المؤسسه العسكريه، لان اجور دي ترافق كي العاصي كي المطيع كي اللي كان يسب الجيش كي اللي يكره عرف باللي اليوم ضروره ان الجيش لازم يساير المرحله. بالنسبه للزميل تاعك اللي خرج، علاه خرج؟ ما عرفش انا نسولني على روحي، هذا تصرفات فرديه. انا اللي قلت لك انتم ما تقبلوش واحد دي يبي يدير روحه زعيم في الفيسبوك وفيديو ويدعو النواب الى والاستقاله وهنايا حينما انا راني مع السبع، راني نقول للسبع استقيل. وانت حاليا انسحبت من الجلسه؟ يرجع هسه باش اذا باش ما يطيحونيش في بياج، يقول لك اودي لان هذه فيها لعبه قانونيه. انا حضرت باش نثبت الشغور بناء على المعطى الدستوري، كاننا كملنا مع بوتفليقه رئيس الجمهوريه اليوم اصبح فعلا مستقيل. بصح اذا تقولوا لي باللي انت حضرت، اذا انت ضمنيا حسب المواد الدستوريه زكيت من صالح رئيس دوله، اي سي بور ساكو خرجت باش ما تنكتبش عليا، لان انا مانيش غبي في القانون. راني حاضر، لو كي راني حاضر راكي تسمعي الصوت تاع استقيل، كون قعدت في دارنا تسمعيها. ما كانش اخطر انك تكون في حزب سلطه ومن داخلها تقول الكلام هذا. سمعت، لانك كي تكون معارض تتسبني وانا نسبك، انت راك بعيد عليا، تعطيني الحس ونعطيك الحس. بصح درك انا مانيش جماعه، راني وحدي، هذا تصرف فردي، هذا تصرف فردي. انا كي شغل تقدر تقول راني خايف من ربي، اريد ان ابرئ ذمتي. لما الجيش انتم اصلا في الشارع راكم مختارفين، يا تسلموا الجيش تسلموا، انتم راكم باغيينه. قال عيني فيكم وعينيش فيك. الجيش هذا رانا نقولوا يرافق اصحابنا الخطر، اذا دخلتوه في المعطى السياسي من بعد تقولوا له ديكتاتوري وعسكرت المجتمع المدني وكذا وكذا، خلوك الجيش خلوه الاحترام. منا عندنا حفتر، منا عندنا المروك، منا عندنا الحبوب الكحله في المالي، منا عندنا كذا. الجيش خلوه يساير المرحله، ما يديكتيش علينا يا اصحابنا. ما تقولوا لهش ديكتي ومن بعد تقولوا ديكتاتوري، تولوا ضد جيشكم، لان قاعد هو العصمه الاخيره اللي تحظى باحترام، لانه اليوم البلاد مروعه، معنا في الحدود مروعه. هذا ماهوش خطاب شعبوي، لان احنا ولاد الجنوب نعرفوا واش راه صاري. الجنوب خلوا المؤسسه اللوقر، والمؤسسه كان لها الفضل انه حدرت وضع حد باش استقر رئيس الجمهورية. خلوها ترافقنا يا جماعة، حلال وحرام خلونا منها، ذيب حلال دي حرام ترك حسن. رانا نقول المؤسسة العسكرية ما ديكتيش، إنما تقترح مش ولاد الجزائر هما ما عندهمش راي، ما يقولوا لكمش ديروا فلان. رانا نقولها عاونينا في بن صالح يروح، ماشي تقلعه بالقوة. أنا راني نقول باش ما نخرجوهاش من مجلس الأمة، علاه؟ لأنه لو نخرجوها من مجلس الأمة تمشي للمجلس الدستوري، ومن بعد نولوا بالك في مجموعه تحكم، وشكون يخيرها، ومليون في الشارع شكون يخيرها، وتكتل الهضره، ونجيبوا عامين ما نديروا والو. خلوها في مجلس الامه من الشخصيات اللي يمكن تحظى بقبول عند الناس، يمكن صالح قجيل. علاه؟ غير نعرف باللي في الثوره كان يوم اللي كان صغير كان بطل، وما نعرفوش عليه خروج على 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 البلاد وخروج وتسيير شيء، ما نعرفوش عليه امور شينا مع لا بحزب المعارضه ولا كداش. الله اعلم يرضى عليه الناس كل. ثم ان المرحله غير تروا موا، واش نكونوا حققنا اكبر المطالب اللي نقيم الحجه حتى على الحراك، انه قلعنا رئيس مجلس الامه ما يكونش هو شخص بن صالح. يودي الزين ولا شين، الله غالب الواد جاب اللي فيه، يدي الزين ويدي الشين.